500 نقطة على الخاسر؟ على 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 الخاسر توقع. طيب مين اللي يشيلها؟ اختر أنت يا الخاسر، تمام؟ شخص من أخوياك يشيل عقوبتك. حلوة دي. جاء واحد من الشباب نفيعي، أيه؟ ممتاز، قال أنا بشيلها. قال رشيد مطاحوس لا، موقف رشيد هني عليه، هذا طبيعي جدا، قال لا والله ما تشيلها. جاء عبد الله الشمري مقدم الفقرة، يا رشيد مخصوم عليك دبلها. حبيبي ليش التتش؟ أنت فقرة مطبخ. هذه الفقرة يا سيدي الفاضل، هذه الفقرة فقرة استئناس يستأنس بها الكبير. أبواننا، أمهاتنا، أخواننا، خواتنا، فقرة استئناس نستأنس بها، ليست مجال لفرض الشحناء بين المتسابقين. جميل جدا. لذلك جميل، معليش معليش صح. أختم فيها عمر. صح. إذا جيت بتحط عقوبات لفقرتك يجب أن تتلائم هذه العقوبات مع نوعية الفقرة. نوعية الفقرة يا أستاذ عبد الله ترفيهية. ترفيهية. جميل. فلا تتناسب هذه العقوبات مع الفقرة. وإذا قالوا الإعداد فرضها فأنت المقدم، والمقدم هو المسؤول الأول والأخير عن الفقرة. أتمنى الحقيقة أبو نايف فعلا الفقرة لا تحمل أكبر من حملها يعني. نعم. هي فقرة ترفيهية، الإثارة مطلوبة، الطريقة جيدة، ولكنك تحملها أكبر من يعني ما هي عليه. هذه الحقيقة أنا عندي تعليق يا أبو، عطتني مؤشر. تفضل يا الآن من عشان نتجاوز أي فقرة فيها المقدم؟ كيف كيف كيف؟ المقدم من ينجح فقرته؟ المتسابقين صح؟ طيب المقدم إذا ما حزم في فقرته وأدارها بالشكل الصحيح، أيه؟ تطلع فقرته بشكل فاشل أمام المشاهدين. فالعنصر الأساسي في نجاح أي مقدم هو تعاون المتسابقين معه. أنا كان لي تجربة قبل وعادل له تجربة قبل، فأشوف من كحلان هو والله مبدع وكان هذا الحزم عشان أنه ينجح فقرته، وهو إن شاء الله ناجح. لو أنه تعاون مع المتسابقين وتعاونهم معه في هذه الفقرة بتطلع بشكل أجمل، هذا رأيي. طيب خلونا نطلع من المطبخ، لأن أظن أنها جدل بيزنطي المطبخ ودائما هو مشكلة. لكن لبس لكم الأصفر وما نفع. اللي طلعنا به الشيف، لابد أن ألبس ملابس الشيف حتى يكون شيف أنا. وقت الصلاة يا أبو حزام. أيه؟ يعني ليش حنا نصلي ونرجع نكمل الفقرة؟ ليش نقتل الفقرة؟ اضغط الفقرة وبكرها، تصلي وترجع تكمل الفقرة. لا يرجع بس العقوبات حتى ولو يعني ترجع، يعني لسات الفقرة مكملة، ختم قبل الصلاة وخلي الشباب يصلون، يعني بردت الفقرة جدا. إذن هذه عند الإعداد وعند حسن عباس. طيب ننتهي من ذلك وفقرة المطبخ، بعدها عدة توصيات أن ساير يلبس ملابس الشيف، أيضا يحترم زملاء المقدمين، أيضا ينظر لأنهم حديثي تجربة، وأنا بالنسبة لي كلام عادل صحيح وكلام عمر صحيح، ولكني معجبني الحقيقة كحلام في تقديمه، يبي لبس وقت نعطيه أسبوع أو أسبوعين. أنا متأكد أن النجم هذا بيتفجر إبداعاً. وكذلك علي الجعيد أيضاً حضوره أيضاً كان جيد. أنا أعزو ارتباكهم إلى الهامور اللي جنبهم ساير النهار يضغط عليه. أنا لازم يضغط ساير النهار وجوده حلو عشان المقدم يشد حيله. يعني طيب. بكرة شدوا حيلكم، شدوا حيلكم وأعلمون هذه كن أو لا تكن. نعم. يا أنك تثبت في المطبخ يعني وتستمر، يا أن هذا ساير النهار يعني يبعدك ويصير مقدم. او يجلس واضحه معليش، او يجلسون خارج الهواء ويصفون حساباتهم مع بعض، لان الضحيه في 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 جدالهم وسوء تفاهم بينهم هم المتسابقين وهم المشاهد. نعم. متسابقين. او عطوا ساير يقدم ايام والشباب يقدمون ايام وانتهينا وصلى الله وبارك. اذن قم صل. الان عندنا جنت الاسبوع. جنت الاسبوع اختير بعد ان اختاره عبد الرحمن الخضيري ووعزت له مهام الجنتل. وش مهامه؟ يا سلام عليك. مهام خلنا نشوف الفيديو عشان نشوف من جنتل الأسبوع. تفضل.